أهلا بكم. أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن المملكة اتخذت خطوات جادة في إصدار الأطر التشريعية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب من مكافحة غسل الأموال ومراقبة نقل الأموال عبر المنافذ الحدودية ومصادر التمويل للمنظمات غير الهادفة للربح. وأشار خلال افتتاح منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب إلى تقديم الأردن في مؤشر الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن لجنة بازل لعام 2015، حيث حصلت المملكة على الترتيب 17 بعد 100 من أصل 152 دولة لتحتل بذلك المرتبة 3 عربيا. وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن عصابة داعش الإرهابية لديها قدرة تمويلية كبيرة تعتمد على 5 أشكال، وهي البترول والخطف والفدية والضرائب على المناطق المسيطر عليها والسرقات، بالإضافة إلى التمويل من الأشخاص الداعمين لها. تواجه بعض دولنا العربية تحديات في التصدي للمنظمات الإرهابية للحد من مخاطرها وإيقاف تمويلها. لذلك تعمل هذه الدول على مكافحة هذه الآفة بتعديل تشريعاتها ووضع تشريعات جديدة. أما الأردن فهو من المراكز الأولى عربيا في مؤشر مكافحة تبييض الأموال، بعد أن أقر مجلس النواب قانون غسل الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جميل جريمة غسل الأموال، وطبعا الإجراءات المتبعة المشددة لدى البنك المركزي الأردني. هذا الموضوع بتطلب عمليات دراسة الأنظمة والتشريعات، عمليات هيئة القوى البشرية، التوعية، التعاون مع المؤسسات الدولية والمؤسسات العالمية ومجموعات العمل الإقليمية. لا تقف عند هذه النقطة، هي عملية مستمرة وعملية بحث متواصل في أنجع السبل للحيلولة دون تسرب الأموال إلى منابع الإرهاب. أظهرت مؤشرات دراسة تقييم أثر الخدمات التي أجرتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو أن 96% من المشاريع التي مولتها المؤسسة ناجحة وما زالت قائمة ومستمرة. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة هناء العريدي في مؤتمر صحفي اليوم إن 52% من المستفيدين من تمويل المؤسسة استطاعوا الدخول لأسواق جديدة عبر زيادة الصادرات التي تجاوزت قيمتها 121 مليون دينار خلال الأعوام ما بين 2012 2014، وحقق المستفيدين من الدعم أرباحا قدرت بحوالي 18 مليون دينار. أما فيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات بمرحلتيه الأولى والثانية، بيّنت العريدي أن الدراسة أظهرت أن نسبة رضا المستفيدين من خدمات الصندوق الذين نفذوا مشاريعهم جاءت مرتفعة وبلغت حوالي 77%. وجدنا أنه كل دينار له عائد 7 دنانير و80 قرش، إن كان عائد صادرات أو زيادة في المبيعات المحلية. عدد فرص العمل اللي تم خلقها بدون صندوق تنمية المحافظات كانت بحدود 2800 فرصة عمل. مع صندوق تنمية المحافظات، الصندوق لليوم بالمرحلتين خلق 3700 فرصة عمل. إحنا عمالنا نحكي على عمل حجمه كان 1,101,000,000 دينار خلال 5 سنين الماضيين. واصل أداء بورصة عمان تحسنا في جلسة اليوم ضمن مستويات ضيقة، حيث أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم على ارتفاع نسبته 29% مع بقاء حجم السيولة في مستويات ضعيفة. وأظهرت مؤشرات جلسة تداول اليوم إغلاق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند 2129 نقطة، وحجم التداول الإجمالي بلغ 7,900,000 دينار. كما نلاحظ عدد الأسهم 9,500,000 سهم نفذت من خلال 4,220 عقد. أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع بنسبة 57%، والقطاع المالي بنسبة 42%. قطاع الخدمات نلاحظ انخفاض بنسبة 23%. وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول، فقد ساهم القطاع المالي بنسبة 54-17%، قطاع الخدمات 24-29%، الصناعة 21-54%. أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بنسبة 5%، الألبسة الأردنية 4.92%، والأكثر انخفاضا كانت الموارد للتنمية والاستثمار 6.67%، أخيرا الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 5%. وإلى خبر آخر، وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 205
76 مليون دولار ويمتد لخمس سنوات لتلبية متطلبات الشركة المختلفة. وشارك في التجمع البنكي الذي جمع ما بين طريقتي التمويل التقليدي والإسلامي 7 بنوك تقع مقراتها في الأردن والإمارات وقطر. رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ أوضح في بيان صحفي اليوم أن هذا القرض يأتي في إطار عملية التحول الاستراتيجي ورفع رأس المال وإعادة تمويل ديون الملكية لتمكينها من تنفيذ خططها للنمو والتوسع. وقعت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية جوبترول اتفاقية شراكة مع شركة تدرين للطاقة غلف الأردن لمدة 5 سنوات لخدمة جميع محطات غلف المنتشرة في المملكة. وبموجب الاتفاقية تزود جوبترول جميع المحطات العاملة تحت مظلة غلف الأردن بالمنتجات والمشتقات البترولية إضافة إلى تقديم منفعة مشتركة لموظفي وزبائن الشركتين وفقا لأعلى مقاييس الجودة مع تطبيق كافة متطلبات السلامة العامة والصحة المهنية. وأكدت إدارة الشركتين أن هذه الشراكة ستساعد على فتح آفاق التعاون المشترك بينهما والاستمرار بتقديم كافة الخدمات في مجال الطاقة والمحروقات على المستوى المحلي. هاي اتفاقية تتويج لنشاطات الشركة بحيث توسع آفاقها لتخدم المواطن الأردني أينما كان، وبهذه الشراكة سوف يكون عدد المحطات التابعة على شركة تسويق المنتجات البترولية والتي تتزود من شركة تسويق المنتجات البترولية حوالي 200 محطة، وبهذا الكم سوف نخدم المواطن الأردني أينما كان بأي مكان. هاي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصفات البترول، مع شركة تسويقية لمصفات البترول، وبتزيد عدد محطات الطرفين في أنحاء المملكة إلى 200 محطة ممكن يتزود منها المواطنين، وبتكون بهذه الشراكة هي أكبر شبكة للمحطات اللي يتزود منها المواطنين، أكبر شبكة للمحطات في الأردن.